ثروته تتجاوز العشرة مليار دولار، ما لا تعرفه عن ملك المغرب محمد السادس. ثروته بتتعدى العشرة مليار دولار، رغم أنه بياخد مرتب شهري حوالي 40,000 يورو، وعنده يجي 10,000 عامل موجود لإصلاحات 20 قصر ملكي تابع ليه، وبيعتبر من أكتر الملوك اللي عندهم أغلى ساعات في العالم وهي رولكس، واللي بتكون قيمتها 170 مليون دولار. بيعتبر الملك الـ 23 من الملوك اللي حكموا المغرب من نص القرن الـ 17، وثالث ملوك المغرب بعد جده محمد الخامس. محمد السادس الملك الأغنى في المغرب والعالم. اسمح لي في البداية أقولك يا عزيزي مين هو الملك محمد السادس. باختصار كده، اتولد الملك محمد السادس سنة 1963 في الرباط، وسنة 1958 خد شهادة البكالوريوس في الحقوق من كلية القانون والاقتصاد، من بعدها أخد شهادات في العلوم السياسية لحد ما وصل إن أخد الدكتوراه من جامعة نيس صوفيا بفرنسا. منحته جامعة جورج واشنطن درجة الدكتوراه الفخرية سنة 2000، ده غير إنه بيعرف يتكلم فرنساوي وأسباني وإنجليزي وطبعاً عربي. كل الحاجات العظيمة دي خلقت منه شخصية قادة المغرب، وبعد كده إنه يعمل استثمارات بملايين الدولارات. أبوه بعد ما اتخرج قرر إنه يدمجه في عالم السياسة، فخلاه رئيس الوفود المغربية المشاركة في أعمال مؤتمرات دولية، وفي سنة 1999 مسك حكم المغرب بعد وفاة أبوه الملك حسن الثاني، وكانت سياسته مختلفة تماماً عن أبوه. اهتم بالقضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين البسطاء من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لدرجة انه تلقب بالمدافع عن الفقراء، وثروته في الوقت ده تضاعفت 5 مرات بعد ما مسك الحكم. لكن محدش يقدر ينكر ان بتعتبر ثروة الملوك والحكام من اكتر المواضيع جدل في العالم، وواحد من الملوك دي هو ملك المغرب محمد السادس، اللي ورث جزء من ثروة ابوه الملك حسن الثاني. فكان الملك محمد السادس ليه نصيب من ممتلكات أبوه، وأخذ نسبة 35% من شركة الاستثمار الوطنية، وهي شركة قابضة عندها حصص في شركات تداول بما فيها أكبر بنك في المغرب وهو الاتجاه الوطني. وده خلى الملك محمد يبقى ليه تأثير على السياسات المالية والاقتصادية للمملكة، ده غير أنه بيمتلك شركة مناجم جروب اللي بتعتبر واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع التعدين في المغرب، وكمان بيعتبر مالك أراضي كتير في المغرب وفرنسا. طبعاً الملك محمد السادس زيه زي أي حد، عنده شقق وعمارات في المغرب وفرنسا، وأسطول من اليخوت والعربيات، ومجموعة كاملة من ساعات رولكس اللي بيتعدى قيمتها 170 مليون دولار أمريكي. كل الاستثمارات دي كانت سبب رئيسي في ارتفاع ثروة الملك محمد السادس في الوقت اللي بيعيش فيه غالبية الشعب المغربي تحت خط الفقر، وبتتعرض النساء لاعتداءات بشكل يومي. عمل الملك محمد السادس ثروة من العربيات الفخمة، لدرجة أنه سنة 2020 لما كان العالم كله بيعاني من كورونا وخاصة اقتصاد المغرب، الملك محمد ما تأثرش قوي واشترى قصر مساحته 1000 متر مربع بقيمة 80 مليون يورو في شارع ديشانيل في باريس في فرنسا. بس خليك عارف أن الملك محمد السادس عمل مشروع لمركب مينائي، وهو بيعتبر أكبر مركب في إفريقيا، وده علشان يحسن الوضع الاقتصادي للمغرب، ده غير أنه جذب الاستثمار الفرنسي للمغرب، وبقى فيه شراكات بين فرنسا والمغرب لصناعة العربيات. يعني ملياردير وسياسي من العيار التقيل، بيحاول يحقق للمغرب كل شيء كويس يقدر عليه. حكايتنا خلصت النهاردة، استنونا في حكاية جديدة من عين مصر.